الآن وبعد أن تعرفنا على آلية عمل ميكانيكية القفز، وذلك عن طريق عمل حسابات ما بين الزمن والسرعة وتسارع الجاذبية الأرضية، يمكننا العودة إلى ملفنا البرمجي الذي بدأنا بكتابته، وهو Platformer Input، وإضافة منطق البرمجي أو إضافة الأوامر البرمجية الخاصة بميكانيكية القفز. قبل أن ندخل في عملية القفز، هناك تعديل بسيط أود أن أقوم به، وذلك لتكون المتغيرات أكثر دقة أو المسميات أكثر دقة. طبعا هو من ناحية عملية لن يختلف أو لن يؤثر على آلية العمل، ولكن بما أنني قمت بتعريف المتغير باسم سبيد وهو السرعة، فمن غير المحبذ أن أقوم بضرب السرعة بالزمن في هذه الخطوة، وذلك لأنني في هذه الحالة المتغير لم يعد سبيد أو لم يعد يمثل السرعة، بل بمجرد أن ضربت السرعة في الزمن أصبح يمثل المسافة أو الإزاحة. لذلك أريد دائما أن أحافظ على السرعة مخزنة في المتغير سبيد، وبالتالي لن أقوم في هذه الخطوة بضرب قيمة x و y في time.deltaTime، وسأقوم بهذه الخطوة في المرحلة الأخيرة وهي أثناء عملية التحريك. إذن أثناء عملية التحريك أقوم بضرب time.deltaTime في السرعة الأفقية، وأيضا أقوم بضربها في السرعة العمودية، وبالتالي عند استدعاء ترانزيت من أجل التحريك فإنني أقوم بتحويل السرعة إلى مسافة عن طريق ضربها في الزمن. أما بالنسبة للمتغير سبيد فإنه دائما وأبدا يقوم بتخزين السرعة والسرعة فقط. الآن بالعودة إلى القفز، تذكر أن لدينا متغيرين أساسيين يؤثران على آلية أو على ارتفاع وسرعة القفز. المتغير الأول هو تسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل، والمتغير الثاني هو سرعة الانطلاق أو السرعة القصوى العمودية للانطلاق نحو الأعلى. ومن الملاحظات المهمة التي لابد من ذكرها هو أن القيم الحقيقية أو القيم الواقعية لهذه المتغيرات مثل تسارع الجاذبية الأرضية سالب 9.8 نحو الأسفل، أو السرعة الأساسية للقفز وهي 4 أمتار في الثانية نحو الأعلى على سبيل المثال كما شاهدنا في المثال في الدرس السابق، قد لا تنطبق بالضرورة بشكل دقيق على فضاء اللعبة، وذلك لأن القياسات والأحجام والوحدات تختلف ما بين فضاء اللعبة وما بين الواقع أو ما بين الحياة الواقعية. لذلك من الأفضل دائما أن تقوم بتعريف هذه المتغيرات على شكل أو تقوم بتحديد هذه القيم على شكل متغيرات من نوع public، بالتالي يمكنك تغييرها لاحقا أثناء التشغيل من داخل واجهة المحرك. ومن الأفضل أيضا أن تبدأ بقيم صغيرة، وذلك حتى ترى التأثير المحدود، ومن ثم تقوم بزيادة أو تقليل هذه القيم من أجل الحصول على التأثير المطلوب. إذن سأقوم الآن بتعريف متغيرين وهما سرعة الانطلاق العمودية public float jump speed أي وهي سرعة القفز، ولتكن مثلا تساوي 1 مبدئيا، والمتغير الآخر وهو تسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل، وليكن مثلا سالب 2. إذا لاحظ السرعة العمودية للقفز نحو الأعلى موجبة، وتسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل هي قيمة سالبة. بالعودة إلى الشرط الذي قمنا بكتابته أو توقفنا عنده في نهاية الدرس ما قبل السابق وهو شرط القفز، تذكر أن لدينا المتغير ground وهو الذي يحدد ارتفاع الأرضية، والذي قمنا بقراءته عند بداية التشغيل، وكانت قيمة ارتفاع الشخصية عند بداية التشغيل. فإذا كانت هذه القيمة تساوي الارتفاع الحالي للشخصية فإنني
أحكم على أن هذه الشخصية تقف على الأرض وبالتالي يمكنها أن تقفز، ما عدا ذلك تكون الشخصية إما في وضع ارتفاع نحو الأعلى أو في وضع هبوط نحو الأسفل، وبالتالي لا يمكن في هذه اللحظة تحديدا أن تعاود القفز إلا بعد أن تهبط على الأرض مرة أخرى. والشرط الثاني بطبيعة الحال هو أن اللاعب يضغط على مفتاح المسافة من أجل تنفيذ عملية القفز، والرابط AND يجبر الجملة F على تحقق هذين الشرطين من أجل أن يتم تنفيذ الأوامر المكتوبة بداخلها. لتنفيذ القفز في حالة تحقق الشرطين نحتاج فقط لجملة واحدة، وهي أن نقوم بتغيير المركبة Y في متغير السرعة بحيث تصبح السرعة العمودية للشخصية مساوية لسرعة القفز التي قمنا بتحديدها، وهي السرعة القصوى نحو الأعلى Jump Speed. بالتالي كل ما عليك كتابته هنا هو Speed dot Y تساوي Jump Speed. إذن الآن حددت أو الآن تمت عملية القفز نحو الأعلى، وذلك لأن سرعة الشخصية العمودية أصبحت مساوية للسرعة القصوى، وهي لحظة الانطلاق من على سطح الأرض. وبعد ذلك علي أن أقوم بفحص مجموعة من الشروط بمرور الزمن. أولا علي أن أعرف إذا كانت الشخصية حاليا في الهواء، فعلي أن أقوم بتقليل سرعتها العمودية، وذلك بقيمة مساوية للتسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل. السؤال الآن هو كيف أعرف أن الشخصية حاليا لا تقف على الأرض وأنها موجودة حاليا في الهواء، سواء في حالة ارتفاع أو في حالة هبوط؟ الموضوع ببساطة هو بما أنني أعرف أن الشخصية تقف على الأرض من هذا الشرط، وهو تساوي ground مع الموقع Y، فإن العكس سيعطيني الحالة الأخرى، وهي أن الشخصية لا تقف على الأرض، وهي بالتالي إما في حالة ارتفاع نحو الأعلى أو في حالة هبوط نحو الأسفل. إذن سيكون الشرط هو if ground، وبدلا من استخدام إشارة المساواة هذه المرة سأستخدم إشارة عدم المساواة، وهي علامة تعجب متبوعة بإشارة المساواة transform.position.y. إذن في حال تحقق هذا الشرط فإنني أعرف أن الشخصية حاليا لا تقف على أرضية المشهد، وبالتالي هي إما في حالة ارتفاع أو إما في حالة هبوط. بالتالي ما سأقوم به بمرور الزمن في حالة لم تكن الشخصية تقف على الأرض هو أنني سأقوم بتقليل سرعتها العمودية بقيمة مساوية لتسارع الجاذبية الأرضية. لكن هناك ملاحظة مهمة، الجمب سبيد أو سبيد دوت واي هي عبارة عن سرعة، والجرافيتي أو الجاذبية هي عبارة عن تسارع، ولا يمكنني أن أنقص أو أطرح التسارع من السرعة، لأن لكل منهما وحدة مختلفة. بالتالي يجب علي أولا أن أقوم بتحويل التسارع إلى سرعة، ومن ثم أقوم بطرح القيمة الناتجة من السرعة الأصلية. لتحويل التسارع إلى سرعة تذكر أن التسارع هو السرعة أو التغير في السرعة بوحدة الزمن، بالتالي إذا قمت بضرب التسارع في الزمن فإنني سأحصل على قيمة الانخفاض في السرعة. بالتالي speed.y تساوي قيمتها الأصلية أو قيمتها الحالية speed.y، ومن ثم أضيف إليها تسارع الجاذبية. طبعا عند إضافة قيمة سالبة فهذا يعني عملية طرح مضروبة في الزمن، وهو كما نعرف time.deltaTime. إذا قمت في هذه الخطوة بتقليل السرعة العمودية بمقدار ما تقلله أو يقلله تسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل. بقي علينا الآن أن نقوم
التحقق من الشرط الأخير الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو كيف أحل مشكلة إذا أصبح أو كيف أحل مشكلة كون الشخصية في موقع أقل من الصفر أو أقل من مستوى سطح الأرض، وفي هذه الحالة يجب أن أقوم مباشرة بإرجاع القيمة السرعة العمودية إلى صفر في خطوة واحدة، وأيضا علي أن أقوم بالتحقق من أن الشخصية أو كائن الشخصية لن ينزل تحت مستوى سطح الأرض. إذن من أجل التحقق من هذا الموضوع سأقوم بفحص الشرط التالي: F ground dot أو يمكنني أن أقوم بنقل هذا خارج الشرط الحالي، حيث أنه عبارة عن شرط منفصل لا علاقة له بكون الشخصية ترتفع وتهبط أو أنها فعلا على الأرض. وبالتالي F ground أكبر من transform.position.y، أي إذا كانت قيمة سطح الأرض أعلى من الموقع الحالي للشخصية، أي أن الشخصية أصبحت تحت مستوى سطح الأرض، فإنه يجب علي أن أقوم بأمرين. الأمر الأول هو إرجاع السرعة العمودية إلى القيمة صفر speed.y تساوي صفر، الأمر الثاني الذي يجب علي القيام به هو أن أعيد الشخصية ليصبح موقعها على المحور y مساويا تماما للقيمة ground أي للموقع الأصلي. وهنا لابد من ذكر ملاحظة مهمة: في محرك يونيتي تحديدا قد لا ينطبق هذا الأمر على أي محرك آخر أو على أي أدوات برمجية أخرى، لا يسمح لك المحرك بتغيير قيمة الموقع مباشرة، بالتالي أو عفوا تغيير قيمة مركبة واحدة للموقع بشكل مباشر. فمثلا الأمر transform.position.y يساوي ground لن يسمح لنا المحرك بتنفيذه، أو لن يقوم بتغيير الإحداثي y فقط ليصبح مساويا لground، ويترك المتغيرين أو المركبتين x و y على حالهما. لذلك علينا أن نقوم بثلاث خطوات لتنفيذ هذا الأمر. الخطوة الأولى هي أن نقوم بقراءة الموقع الحالي وتخزينه في متغير جديد، فيمكننا أن نقوم بتعريف متغير vector3position. طبعا بما أننا نتحدث عن موقع في فضاء ثلاثي الأبعاد، بالتالي أستخدم المتغير vector3 وهو يحتوي على متغيرات x و y و z يساوي transform.position. إذن قمنا الآن بقراءة الموقع في المتغير position، ومن ثم أقوم بتغيير المركبة y للمتغير position لتصبح قيمتها مساوية لقيمة ground. وبعد أن أقوم بتغيير قيمة المركبة y أعيد تخزين القيمة position الآن في داخل الموقع أو في داخل المتغير position في المكون transform. إذن قرأت القيمة الأصلية، عدلت القيمة الأصلية، أعدت كتابة القيمة الأصلية، قراءة، تعديل أو معالجة، ومن ثم كتابة. بعد أن انتهينا من عملية كتابة الملف البرمجي الخاص بالتحكم بالشخصية، يمكننا الآن أن نعود إلى المحرك يونيتي، ولاحظ هنا لدينا المتغيرات، ونقوم بالتشغيل لتجربة الأوامر التي كتبناها. طبعا الحركة اليمين واليسار، القفز، لاحظ هنا عملية القفز بطيئة جدا، والجاذبية أيضا بطيئة جدا، فلو قمت بزيادة أو سرعة الجاذبية لتصبح مثلا سالب 5، لاحظ التأثير هو أن جذب الأرض للشخصية أصبح أسرع، ويمكنني أيضا أن أقوم بزيادة سرعة القفز تصبح 3 مثلا، وبالتالي تقفز الشخصية
مسافة أعلى. طبعا بما أنني أستخدم مركبتين للسرعة X و Y يمكنني أيضا أن أغير السرعتين مع بعضهما، وبالتالي يصبح من الممكن أن تقفز الشخصية نحو الجوانب. طبعا كلما زدت من تسارع الجاذبية الأرضية كلما أصبح السقوط أسرع، وكلما زدت من السرعة المبدئية للقفز أصبحت القفزة أكثر ارتفاعا، وكلما قمت بزيادة وتغيير هذه القيم ستلاحظ أن عملية القفز تصبح أسرع وأسرع. إذن بهذا نكون قد انتهينا من كتابة طريقة أو انتهينا من بناء نمط الإدخال الأول أو طريقة الإدخال الأولى، وهي عبارة عن إدخال لألعاب المنصات أو البلاتفورمر جيمز، وتحتوي على المشي إضافة إلى ميكانيكية القفز.